بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد دار خليل، وبهذا الفيديو راح نأخذ أحد أهم الأسئلة على درس متوسط التغير، اللي هو بتوقع يعني كنت أشوفه بكل امتحان، فعشان هيك لازم تكونوا فاهمين الفكرة كثير منيح. ممكن من الأفكار اللي مش مباشرة، لكن لازم تكون معكم دائما، يعني لازم أول ما تقرأوا هذا الدرس تكون حاطين في بالكم أنه هذا المثال هو الأهم في كل الدرس. يعني ممكن يجي على الدرس كله، لكن هذا المثال أكيد لازم يجي في كل في أي امتحان. طيب، في هذا المثال بحكي لي إنه عندي ها السين، هو اقتران جديد، تقدروا تسموه ها السين، تقدروا تسموه عين السين، اللي بدكم إياه، بيساوي 2 بكوف السين زائد 4. كوف السين هاي اللي متعودين عليها إحنا، ما عددش زي قبل إنه كوف السين بتساوي مثلا سين زائد 5 أو 2 سين زائد 4، مش هيك. صفت عندي اقتران جديد اسمه ها السين، هو اقتران من كوف السين، يعني شايفين، وكأني حطيت محل سين كوف السين، فصارت 2 كوف السين زائد 4، تمام. وبحكي لي كان متوسط التغير في كوف السين اللي احنا متعودين عليها من الفترة 3 ل 7 بيساوي 10، فهو معنى متوسط التغير تاع كوف السين. بحكي لي اوجد متوسط التغير لها السين اللي هو جاي اقتران من كوف السين. بجوز الفكرة مش سهلة كثير، بس في الحل هلا بتبين. أول خطوة دائما في هذا السؤال، دائما بما أنه معطيني معلومات كوف السين، فخلينا نكتب قانون متوسط التغير لكوف السين. يعني هاي متوسط كوف السين بده يساوي دلتا صاد على دلتا سين، وتساوي كوف اللي هو كوف السين 2 ناقص كوف السين 1 على سين 2 ناقص سين 1، على أساس إنه بتعرفوا إنه دلتا صاد هو نفسه صاد 2 ناقص واحد صاد 1 اللي هو نفسه كوف السين 2 ناقص كوف السين 1، وتساوي كوف السين 2 شو والسين 1 شو، هاي سين 1 هاي سين 2، طبعا هاي سين 2 وهي سين 1، فبالتالي بتصفي هاي كوف السين 2 اللي هي كوف 7 ناقص كوف 3 على سين 2 ناقص سين 1 اللي هي 7 ناقص 3، وتساوي بهاي الحالة كوف 7 ناقص كوف 3 على 4. طب شو هذا بيساوي نفسه؟ معطيني القيمة تاعته هذا مباشرة بتساوي 10، فبالتالي هان وتساوي 10، صح؟ فانتوا دائما تحطوا هذا القانون بتكملوا فيه لحد اصلا كوف 7 وكوف 3 نفسهم مش معنا، فهلا بفرجيكم شو لازم نساوي. بتحطوا هيك وبتحطوا بتساوي القيمه اللي اعطاني اياها زي هيك، فبعد هيك بتحطوا هاي طبعا 10 اللي هي 10 على 1، تضرب ضرب تبادلي، لازم نضرب ضرب تبادلي اذا متذكرينه، هاي بتزبط في الرياضيات. فبتصفي هون معادله كثير مهمه، كوف 7 ناقص كوف 3 بتساوي 4، ضرب التبادل بيخلي لي 4 في 10 بتساوي كوف 7 ناقص كوف 3 في 1، فبالتالي بتصير كوف 7 ناقص كوف 3 ضرب بتساوي 40. هاي أول معادلة كثير راح تلزمنا هلا. هلا خلص خلصنا أول خطوة، خلينا نبدأ بالسؤال فعليا. السؤال بحكي لي بدي متوسط التغير لها السين، فيعني بده متوسط التغير لها السين بيساوي، تكتبوا له متوسط التغير لها السين بيساوي دلتا ها السين على دلتا سين، صح؟ وتساوي هلا دلتا ها السين بهاي الحالة هي شو بدها تساوي؟ إذا بتشوفوا هون هي بتساوي ها السين 2 ناقص ها سين 1 على سين 2 ناقص سين 1. طب كيف بدنا نوجد ها سين 2 وها سين 1 بهاي الحالة؟ بتيجوا بتحطوا ها سين بتساوي 2 كوف السين ناقص زائد 4، بتكتبوا القانون. طبعا هاي سين 2 اللي هي بنقدر نستبدلها ب 7، وسين 1 نعرف قيمتها ما هي 3، تمام. فانا بس حطيت قانون متوسط التغير في ها السين، دلتا ها السين على دلتا سين، فبالتالي صارت ها السبعة ناقص ها الثلاث على سين اثنين ناقص سين واحد اللي هي بتصفي يعني ها
ها السبعة ناقص ها الثلاث على سبعة ناقص ثلاث اللي هي كم؟ أربعة. تمام؟ طب كيف بدنا نوجد هذول؟ نيجي بنطبق في القانون. ها السبعة بدي أوجدها بتساوي اثنين كوف السبعة زائد أربعة. طب ها الثلاث بتساوي اثنين كوف الثلاث زائد أربعة. تمام؟ فهي وجدت كل واحدة. نرجع على القانون هون بنحط محل ها السبعة اثنين كوف السبعة زائد أربعة ناقص ها الثلاث، يعني ناقص اثنين كوف الثلاث، ولأني في عندي ناقص فبالتالي بتدخل كمان على الحد الثاني اللي بتصير ناقص أربعة، لأنه ناقص يعني هيك بين أقواس اثنين كوف الثلاث زائد أربعة على أربعة. هاي طبعا بتدخل الناقص على هذا الحد وبتدخل الناقص كمان على الحد الثاني، فبتصفي هيك، بتصفي اثنين قاف السبعة طبعا زائد أربعة وناقص أربعة هان، لأنه دخل الناقص جوا بنشطبوا مع بعض، فهاي بتنشطب مع هاي، بتصفي زائد وناقص اثنين قاف الثلاث على أربعة وتساوي بهاي الحالة، يخرجوا اثنين عن المشترك، تصفي قاف السبعة ناقص كوف الثلاث على أربعة. وأخيرا نقدر نوجد إشي وصار عندنا حد بنعرفه اللي هو كوف السبعة ناقص كوف الثلاث، ما احنا بنعرف انه قيمته 40، فبالتالي بنقدر نحط هون 2 ضرب 40 على 4 وتساوي، بنقدر نشطب الأربعة من الأربعة بتصير 2 في 10 20. فكل هالحسابات هاي بدي ألخص لكم إياها باختصار بالخطوات اللي مشيت فيها لأنها كثير مهمة. هاي أول إشي بيجي اقتران، يعني ها السين أو عين السين أو لام السين أو أي اقتران ثاني هو اقتران من قاف السين نفسها، يعني 2 قاف السين زائد 4، أو مثلا ممكن يحكي لي 5 قاف السين زائد 3، أو 5 قاف السين تربيع زائد 2، زي ما بده. وبكون معطيني متوسط التغير بقاف السين في فترة معينة من سين واحد لسين اثنين معلومة محطوطة 10 مثلا، وبسألني عن متوسط التغير لهذا الاقتران الجديد اللي هو ها السين. فأنا أول خطوة قبل ما أسوي أعمل أي إشي بروح بكتب متوسط التغير في قاف السين اللي هو قاف السين اثنين ناقص قاف السين واحد على سين اثنين ناقص سين واحد، بعوض بعرف سين واحد وسين اثنين، فبطلع هيك قاف السبعة ناقص قاف ثلاث بهاي الحالة على سبعة ناقص ثلاث. هلا هذا نفسه الجواب تاع هذا الإشي معروف اللي هو بيساوي 10، فبالتالي بنحط يساوي 10 طبعا على واحد. فبعد هيك بنضرب ضرب تبادلي، هاي مسموحة في الرياضيات، نضرب البسط في المقام والمقام بالبسط، تطلع قاف السبعة ناقص قاف ثلاث بواحد، يعني قاف السبعة ناقص ثلاث ناقص قاف ثلاث بيساوي 4 ضرب 10 40. فهي أول خطوة قبل ما نسوي أي شيء ثاني. فما أني معطيني شوية معلومات عن قاف السين، فرحت عملت اللي بقدر عليه على قاف السين. طبعا قاف السبعة وقاف الثلاث ما بنعرفهم، لا هاي ولا هاي، بس نعرف أنه هاي ناقص هاي بتساوي 40. بعد هيك بنروح بنوجد متوسط التغير في ها السين اللي هو دلتا ها السين، زي ما فكرت هون دلتا قاف السين اللي هي قاف السين 2 ناقص قاف السين 1، هون ها السين 2 ناقص ها السين 1 على سين 2 ناقص سين 1. فسين واحد وسين اثنين بنعرفهم، فعبينا ها السبعة ناقص ها الثلاث على أربعة. هلا الفكرة انه ها السبعة وها الثلاث كيف بدي اوجدهم؟ عطول على القانون، محل سين بنحط سبعة، محل سين بنحط ثلاث، فحطينا بتصير اثنين كوف السبعة زائد أربعة واثنين كوف الثلاث زائد أربعة. فطلعوا هاي الأرقام، بس ما علي اللي عوض محل كوف السبعة كل هاي القيمة فحطيت القيمة نفسها، ومحل كوف الثلاث كل هاي القيمة فحطيت القيمة نفسها. فصفت في اشياء بتنشطب مع بعض، هاي انشطبت مع هاي، بتصفي 2 كوف السين ناقص 2 كوف السبعة ناقص 2 كوف الثلاث. ليش خرجت 2 عن المشترك بعدين؟ عشان انا اصلا بدي تتحول اشي زي هيك، في حد من الحدود يتحول كوف السبعة ناقص كوف الثلاث لحاله، فهي لو خرجت 2 عن المشترك ممكن لو مضروبين بخمسة بنخرج 5 عن المشترك، لو مضروبين باثنين او بسبعة او بستة بنخرج الرقم المضروبين فيه 2 عامل مشترك. فبصفي كوف السبعة ناقص كوف ثلاثة، طب كوف السبعة ناقص كوف ثلاثة احنا بنعرف انها 40 مباشرة، فبتصير 2 ضرب 40
على 4 وطلعت الجواب 20. تمام؟ فلو هذا مثلا بدل 2 6، فبصير وكأني هان لازم اخرج 6 عن المشترك، فبتصير 6 في الحاصل طرحهم. تمام؟ فهاي فكرة هذا السؤال كثير مهم وكثير بيجي عليه أسئلة، فأنا بنصحكم شيلوا كل الحل وجربوا ردوا ارجعوا حلوا السؤال وتأكدوا انه الجواب لازم يطلع معكم في النهاية 20. ان شاء الله يكون الفيديو واضح، متأسف للإطالة لكن لأهمية الفيديو. يعطيكم ألف عافية.